تعالوا بقى نروح نتعرف كمان على مجموعة من أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع العربية والمصرية والعالمية من خلال مراسلتنا العزيزة مريم سميح، موجودة حاليا هي في مقر موقع القاهرة 24. مريم صباح الخير عليك. بصبح عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهاوند، وبصبح على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا زي ما عودناكم جولة صحفية جديدة من داخل مقر موقع القاهرة 24. هيكون معانا عدة أخبار، ولكن أهمها وأبرزها طبعا الأخبار المتعلقة بمنتخب الشباب بعد إصابة 17 أو يعني جمعهم 18 طبعا مع إصابة كابتن ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب. دي أهم الأخبار اللي تناولتها النهاردة المانشيتات الصحفية المصرية وكمان العربية. ولكن البداية من موقع القاهرة 24، منتخب الشباب يطالب بتأجيل مباراة ليبيا والكاف يشترط 15 لاعب في قائمة الفراعنة. يعني طالب منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين أنه يتم تأجيل المباراة التي كان المقرر النهاردة أن يلعبها منتخب الشباب المصري أمام ليبيا في بطولة شمال أفريقيا والمؤهلة لطبعا كأس الأمم الأفريقية موريتانيا 2021 بعد إصابة 17 من اللاعبين من الفريق فيروس كورونا، إضافة إلى إصابة كابتن ربيع ياسين كمان. وطالب يعني المنتخب بتأجيل هذه المباراة، ولكن الكاف شايف أنه كان ممكن أن النهاردة المباراة تتلعب بعد ما تم الإعلان عن سلبية مسحة 3 لاعبين، ولكن بيتبقى لاعب واحد علشان يكون القائمة كاملة بال11 لاعب الأساسيين والأربع لاعبين اللي هيكونوا ضمن الاحتياطي. وكمان قال الموقع أنه في حالة واحدة أن هناك يكون 15 لاعب في قائمة الفراعنة، وطالب ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب واللي تأكد كمان من إصابته بضرورة تأجيل المباراة، وكمان بعد تحول نتيجة 3 لاعبين إلى نتيجة سلبية، كمان عبر عن غضبه الشديد أنه 5 منتخبات موجودين في مكان واحد أو يعني مقر إقامة واحد وهو الفندق، وشايف أنه ده عدم تنظيم. ولسه يعني لم يتم الإعلان عن النتيجة النهائية، ولكن من المقرر انه كمان هيجري الجهاز الفني واللاعبين مسحه نهائيه قبل المباراه، ومن الممكن ان يتم يعني اقامه المباراه في موعدها لو فعلا الكاف وافق على انه يتم اعطاء اكسبشن او استثناء ان يكون 14 لاعب وليس 15 لاعب. من موقع الإمارات اليوم، منتخب مصر للشباب يتعرض إلى صدمة كبرى في تونس. يعني تناول التقرير الخاص بالإمارات اليوم أنه تعرض 17 لاعب من منتخب الشباب مصر للشباب للإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 قبل يوم واحد فقط على انطلاق بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في الفترة من 15 وحتى 28 ديسمبر الجاري. وكمان قال التقرير أنه يعني تم مع اللجنة الطبية لاتحاد شمال أفريقيا عقدت اجتماع مع وليد منظور من أجل بحث إجراء مسحة تانية لبعثة منتخب الشباب مصر تحت 20 عام بعد أن تقدم المدرب ربيع ياسين بطلب عاجل لها. وكان من المقرر إقامة مباراة مصر مع ليبيا اليوم، وكمان يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر نفسه، ومن المقرر كمان أن يلتقي مع المنتخب الجزائري يوم 24 ويختتم المواجهات مع المنتخب المغربي. أما على المستوى العربي، من موقع كورة، حدث تاريخي بخسارة الهلال والنصر. شهدت الجولة الثامنة بالدوري السعودي للمحترفين رقم تاريخي في الخسارة بخسارة حامل اللقب الهلال ووصيفه النصر في جولة واحدة، ويمكن دي المرة الثالثة اللي تحصل في التاريخ، لأن سقط الهلال في فخ الخسارة الأولى في هذا الموسم أمام ضيفه الوحدة بالرياض بنتيجة 2-1، وكمان النصر تكبد هزيمة على يد الأهلي جد بنفس النتيجة 2-1 مواصلا نتائجه الكارثية في أول 8 جولات من عمر المسابقة. وهذه هي المرة الثالثة زي ما قلت في أول التقرير اللي بيحصل فيها هذه الخسارة بالنسبة للفريقين.
ومن موقع يلا كورة، المستوى الثالث لخطورة الوباء، كورونا بيحرم أندية البريمير ليج من جماهيرها. للأسف أنه أعلنت الحكومة البريطانية انتقال الحالة الوبائية لفيروس كورونا إلى المستوى الثالث في العاصمة الإنجليزية لندن بداية من غدا الأربعاء، بعدما وصل عدد المصابين في إنجلترا إلى 1,870,000 إصابة بكوفيد 19. وطبعا ده انعكس على الملاعب أو أندية البريمير ليج، بعدما أكد مات هانكوك مدير وزير الصحة البريطاني أنه تقرر نقل لندن من المرحلة الثانية للخطورة إلى الثالثة بداية من أمس الاثنين الماضي ولمدة أسبوعين مقبلين، كمان على أن يبدأ تطبيق يعني الإجراءات بداية من غدا الأربعاء. وفقا للبروتوكول الخاص بالتعامل مع فيروس كورونا في إنجلترا، فإن إجراءات المستوى الثالث يعني تتلزم أو تمنع التجمعات الخارجية لأكثر من 6 أشخاص بالنسبة ليعني المناسبات أو الإجراءات الخاصة بالرياضة، ومنع التدريبات الجماعية للرياضيين في الأماكن المغلقة، وسيتم منع حضور أي جماهير في أي يعني مباريات. وطبعا يعني عايزين نقول إن اللي بيخوضوا الدوري الممتاز أو البريمير ليج هم 6 أندية، يعني هيتم التعامل معهم وفقا لهذا البروتوكول خلال الفترة المقبلة أو بداية من غد الأربعاء، وهم أرسنال وتشيلسي وكريستال بالاس وفولهام وويست هام وتوتنهام. وأخيرا من سكاي نيوز عربية، مصدر كتالوني: ميسي سيرحل لا محالة إلا إذا. يعني كشف المرشح لمنصب رئاسة برشلونة الإسباني أميلي روسو عن السبب الوحيد اللي هيجعل ميسي يعني يرحل عن صفوف النادي. طبعا هيكون في جلسة مع ميسي خلال الأيام المقبلة هيكلموا فيها أنه هو لازم يخفض الراتب الخاص به، وإذا لم يوافق ميسي فسيرحل عن النادي. هو كمان أضاف يعني في تصريحات صحفية لصحيفة آس الإسبانية أنه يعني لازم الحقائق أنه تنقل كما هي، يعني بما لا يتعارض مع مصالح النادي. وميسي طبعا يعني من أبرز لعيبة النادي وطبعا من النجوم، وطبعا نادي يعني برشلونة بيسطر تاريخ ميسي، ولكن بما لا يتعارض مع مصالح النادي. وإذا لم يوافق ميسي على تخفيض راتبه وهو ما يتعارض مع مصالح النادي، سيكون هناك نهاية لعقده وسيرحل نهائيا لا محالة عن النادي. دي كانت جولة يعني لأبرز أخبارنا الصحفية على مستوى منتخب الشباب طبعا وكمان العربية والعالمية. بشكركم جدا، عودة للاستوديو مرة أخرى. إحنا اللي بنشكرك زميلتنا العزيزة مريم سميح، شكرا جزيلا على هذه التغطية الصحفية المميزة كالعادة. الحقيقة بنشكرك شكرا جزيلا. ده في متغيرات كتير الظاهر الفترة الجاية، سمعتي خدتي بالك من الخبر الأخراني اللي هو موضوع ميسي وإن هو يعني لو ما خفضش أجره؟ تحسي إن الخبر ده بيطرطش ملايين الدولارات، بس ده يعني خلي بالك ده مش جديد، لأن إحنا كنا تناقشنا قبل كده في الموضوع ده، كمان كان من 3 أسابيع لما المفاوضات بين برشلونة وميسي، يعني الموضوع كان في كلام كتير. خلاص شكلها كده ما هو مفروض بقى فعلا تتحسم. بس إحنا أكيد بنشكر مراسلينا، التغطية بتكون أكثر من رائعة.